عزول ايت مقاس ما معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. شوفوا البنات لكنتي تبعتني فتره طويله تعرفي بلي انا كنت رقيقه بزاف، كنت ناقصه في الوزن تاعي، وباللي ملي كنت صغيره وانا نعاني من حاجه اسمها فقر الدم لانيمي. مهم كي كنت صغيره وكل شيء كنت نتقيا كيما هكا، كنت نمرض من داتني ماما عند الطبيب قالها بلي فيك بنتك عندها فقر الدم. بعد ما درت لي تحاليل وكل شيء وليت تبع ثلاث مو تاع الطبيب، بصح شهواله هذيك الثلاث مو كشغل كنت نتبعها نحسب روحي راني بريت، تجيني خلعه نولي حزينه، تقدرني شويه تاع ديبريسيون، نتقلق ولا يعاود يرجع لي هذاك فقر الدم. المهم ماما مسكينه كشغل قاعد يقولوا لها بلي ديري لبنتك عقديات، قالوا لها ديري عقدة تاع العدس الاحمر مع العسل الحر، قالوا لها ديري عقدة تاع زيت الزيتون مع واحد حاجه ما نشعق عليها شهيره، قالوا لها تاع الكرموس، قالوا لها مهم قالوا لها بزاف صالح، قالوا لي كولي الحب تاع العود، قالوا لي كولي كسم، كولي الكبده تاع الدجاج، قالوا لي مكانص، قالوا لي شوفوا الحاجه اللي يقولوا لي عليها كنت نديرها. ثم بروحكم تعرفوا بلي الانسان اللي يكون مريض اي حاجه تقول له فيها يكشف لي مسكين يولي يدير عندها امل ويروح يديرها، كنت ندير كل شيء. قالوا لها قطعي لها، كي كنت صغيره مسكينه ماما كانتش تعرف كل شيء، كانت وما يقولوا لها هذاك مليح تروح تقطع لي، قطعت لي عند هذاك اللي قطع بالثوم في الراس هنايا في سيق، رحت عند اللي قطع في كسم وفي الكرعين هكا بالسفود، اللي قطع لك بلسان بلا مجيلات، اللي قطع لك في الجبهه، جسمي كامل ما طلقوش قابل كل واحد وين يقطع. المهم ونعقل حاجه كنت صغيره مسكينه ماما مسكينه ما كانتش تعرف الغالب عليا وكشي ما كانش عبالها ماما بلي حرام الغالب كشو الانسانه بسيطه ماما انا، راحت قطعت لي بالكصبه هنايا في يدي مازال واحد الان عندي قعدت لي ماره في يدي هنايا هايلة دويره منها وحده هنايا هادو باسكو كنت صغيره راحت قطعت لي. المهم حياتي كامله وانا نعاني حيا عليا بالاحمر يقولوا بلي مليح ويطير وكل شيء، رحت حتى عند بالاحمر على جرانيمي قلت بالك رانيمي بسبب سحور، بالك رانيمي بسبب العين، بالك فقر الدم هذا مانيش عارف، بالك جن راه لاصق فيا مادالي والو مادالي والو. رحت مهم والله العيد بزاف خاصه انه اثرت لي على حياتي كشغل، كنت دائما تعبانه، كنت نرقد بزاف فشلانه، شتو الانسان راه سيدرني لا طونسيون تهود لي سورتو لا طونسيون، كنت نعاني بزاف 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 تولي لا طونسيون دي فوا وطرت لي هود لي فقر الدم وليت نخاف نرقد. تخيلي يكون الضغط تاعك هود وزيد ترقد لي هود الضغط صاي رحت فيها الشغل كان هنا وراح. المهم كشغل صاي انا كشغل حاجه كشغل اقتنحت، كرهت عييت مليت كل شيء جربته، اقتنحت بلي انا غادي نكمل حياتي بفقر الدم هذا والله يجيب الخير صافي ممكن يطور لي ولي كاع حاجه اخرى. المهم ماما عندها حبيبتها شو دارت وحده كشغل حبيبتها كيما كتعرفوا صدفه، وهذه حبيبتها تسكن على حدانا قاعده تحكي لك كتب لي بنتي مسكينه هذه فقر الدم راه مأثر عليها وراهي كذا وراهي كذا وراهي كذا، وقاعده تحكي لها كشغل هذه حبيبتها كشغل هي انسانه عندها الحكمه انها تصنع عقدات وكل شيء. شو دارت هي تبغيني وتعزني وكل شيء، راح صنعت لي كشغل كميه صغيره تاع عقده. انا هذه تلاقات مع ماما قلت لها شوفي قلت لها هاكي هذه ديها لدي هي وقولي لها بلي ديري النيه وتاكلها، وقلت لها راني راقيت لك هذه العقده وكل شيء، قلت لها زعما اونك او بوكش سحور فيها ولا، قلت لها زعما راني راقيت لها دير النيه على ربي توكل على ربي وتاكلها. ماما جابتها لي قالت لي فوالا انا اسميها طاطا طاطا، قالت لي طاطاك بحثت لك عقده وقالت لك وليها، قالت لي كيفاش تستعمليها، قالت لي كليها ربع خطرات في النهار، قالت لي قلبي مغرف صغيره وكولي مع القهوه تاع الصباح، يا تاكليها قبل القهوه يا مور القهوه كشغل ماشي بروبليم، قد قبل او بعد الاكل عادي مهم تاكليها. كليتها ربع خطرات في النهار مع القهوه تاع الصباح مع الفطور مع القهوه تاع العشيه ومع العشاء وكيما هكا ربع خطرات. اي كشغل كنت ناكل منها عادي هكا كشغل تبع دايره النيه وتبع زعما كليت بزاف عقدات شسيت بزاف صوالح. بعثت هذه الانسانه تحبني وقلت معليش ناكل نسكت زعما جات غير في هذه صافي بليزير ما تحتاج كاع الخير وين ممكن يكون. المهم شغل انا في واحد الخطره استحقيت في الدوسي تاعي هذيك الاخر اللي تخرج الدم تاعك النوعيه تاع الدم تاعك، ماما اش قالت لي؟ قالت لي بنتي على ما تروحيش تشوفي الا كان مازال فيك فقر الدم ولا لا، قالت لي انت راكي راح ديري تحاليل روحي ديري تحاليل تاع كل شيء. شغل قلت لها صح شغل ماذا بيا نشوف روحي لا ريحت ولا ما ريحتش، رحت درت تحاليل. ايام بعد كي شغل سقسيت الطبيب قلت له فوالا تلاسكو راه فيا فقر الدم ولا لا، كي شافها قال لي ماما راه فيك والو. شارة
شا قلت انا ما راه فيا والو، راك متاكد زعما؟ راك متاكد؟ قال لي واه، قال لي ما فيك والو. قلت له صح ما تعطينيش فيتامينات ولا؟ قال لي لا ما راه فيك والو، ما راهش في فقر الدم. رحت عند ماما وقلت لها، قلت لها بلي ماما فوالا فوالا فوالا، قال لي بلي ما راه فيك لا فقر الدم ما راه فيك والو. شغل ما امناش، باه نكون صريحه معاك، هذه حاجه ملي كنت بزه، ملي حيت عيني في هذه الدنيا وانا نعاني منها، وكنت رقيقه وسلوقي. المهم ماما شي قالت لي، قالت لي شوفي، قالت لي نروحوا عند هذاك الطبيب تاعك اللي كنتي تبيعي عنده تريتمون، و شوفوا وشوفي هو شي يقول لك. كنت عنده التحاليل هذوك ورحت عنده وقلت له فوالا، قال لي سيدي ما راحش فيك فقر الدم. شو انا ما امنتهمش. ماما شي قالت لي، قالت لي بالك دي هي غلطتي ونطي في الليل كليتي حاجه ولا اطرت لك على التحاليل هذوك. قلت لها ماما زعما انا كنت ما كليت والو زعما رحت صايمه وعادي. قالت لي عاودي ديري تحاليل، قطع الشك باليقين. سافري شاني خاسره، نعاود نروح ندير تحاليل. عاود تروح دير تحاليل نفس الشيء، فريمون ما فيا والو، بريت عليكم باللي ما امنتش. وسافري انا هذاك الوقت لاحظت اني بديت نرفد الصحه تاعي، بديت كشغل بدا يولي عندي الجهد، بديت يولي غايه، بدا الخمام تاعي صفى، بديت كشغل صحتي بدات تتحسن. والصحه هي كشغل الصحه هي الصح، هي راس مالك، هي كل شيء. الا راحت لك الصحه صاي ما بقى فيك والو. عباكم نهار رحت عند طاطا، رحت عند هذيك المره اللي راني نحكي لكم عليها، عنكتها وفريمون قعدت نبكي وفريمون متأمنوش عقلكم. شوفوا نعيا ما نشكر في هذيك الانسانه والله قدام ربي وعباده، ما راحش نوفي لها خيرها، لانه حاجه حياتي كامله انا نعاني بها، حياتي كامله انا مريضه. طاش خسرت دراهم، طاش خسرت وقت، طاح اماكن كنت نروح لهم ما كنتش ما نتخيل روحي في يوم من الايام نروح لهم، كنت نروح لهم على جال المرض. المرض يوصلك بزاف صوالح، انا نقول لكم. المهم جيت عندكم حكيت لكم، قلت لكم يا البنات كان فيا فقر الدم وراني بريت منه، وانتم بروحكم قعدتوا تشوفوا اللي كانوا تبعني في عامين 3 سنين ولا كانوا يشوفوا بلي انا كنت رقيقه، ومن بعد كاين فجاه زدت في الوزن تاعي. شغل ربيت مابقاش نقول لكم شمع على هكا، نحشم نحشم ما جايش نقول لكم ديريكت باع انتم فهموا شنو ربيت يعني. المهم ربيت لا راني مليحه في صحتي، راني مي غايه. المهم قاش نتوما تشوفوني غير منا تشوفوا غير حضنها كامني. المهم راني غايه في صحتي. البنات شقالوا لي، قالوا لي بلي دي هي كاين شعل وحده كانت مريضه بلا نيمي، شعل وحده كانت رقيقه بزاف، شعل وحده كانت باغ اكزومبل مليحه في صحتها بصح ما عندهاش كم شايفين كيفاه. شعل من وحده كل وحده ولو كان تاعها كاين اللي تكون فابل. كل وحده قالت لي دي هي على ما تبيعي لناش هاد العقده، قالت لي صنعيها لنا وبيعيها لنا، قالت لنا هاكا على الاقل ديري فينا خير ونستفادوا كامل من بعضنا، وهذه حاجه تفيد انسان تفيده في صحته، راك رابح مع العبد ومع ربي. كم شايفين كيفاه. ما انا عجبتني الفكره، قلت واه علاش لا، علاش ما نصنعها لكمش؟ شغل تصوري هذه حاجه خرجت عليا انا فرحتني، علاه ما نصنعها لكمش؟ بصح نديروا نقطه هنا. شوفوا انا كنت قادره نصنع هذه العقده ونحطها للاسم تاعي ونروح نبيعها، وطاطا هذيك الانسانه الكبيره كانت قادره تقول لي دي هي برافو وراني فرحانه بيك وروحي بيعي هذيك العقده وكل شيء. بصح شوالا بيني وبين نفسي انا انسانه نحاسب روحي مع نفسي قبل ما نحاسب روحي مع الناس، قبل ما يحاسبني ربي نحاسب نفسي. شوفوا يا البنات هذه الحاجه تاعها هي ساسبو انا كون نديها ونصنعها لكم ما تخرج لكمش كيما تصنعها هي، باش نكونوا واضحين. شو الحاجه ربي عطاها لها ليها هي، هي اللي تصنعها. سما انا كون ديتها مع نهار ما خونت لها حاجه تاعها. كم شايفين كيفاه؟ لا بغى حتى واحد مع باله، كاع الناس يقولوا لي دي هي برافو، بصح انا بيني وبين نفسي ما نقبلهاش، ما نقبلش اني نخون حاجه من عند انسانه. المهم واش درت؟ رحت عندها قلت لها طاطا شوفي، قلت لها كاين بنات بزاف قالوا لك بلي رانا حابين هاد العقده تصنعيها لنا وبلي فوالا فوالا فوالا. اش قالت لك؟ شو فرحت مسكينه باسكو هي ديجا هي انسانه قليله، حدها حد روحها يعني انسانه بسيطه بالبزاف. شو المسكينه تصنع غير ديك العقده تصنعها لحباباتها لصحاباتها الجيران تاعها كيما هكا. شو ها مسكينه عايشه بيها، عايشه بصوالح سابل هكا، ما عندها غتخات ما عندها والو في حياتها هذيك الانسانه. كي قلت لك شغل فرحت، قلت لي واه، قلت لي ماذا بيا، قلت لي امه نعاون روحي ومنا ومني، يا قلت شغل فرحت لها انايا. قلت لها طاطا شوفي حبسي طاطا نتفاهموا من دروك، قلت لها ما تبيعيها لهمش كيما هاك، قلت لها نحطوها في قابسه ونسقدوها ونقرعوا بها. قلت لها سقدوها، قلت لها نكتبوا فيها تاريخ صلاحيه، نكتبوا فيها طريقه الاستعمال، نكتبوا فيها المكونات، قاعده نفهم فيها الطريقه الصحيحه لانك تصنع منتج وتبيعه للناس وباش الناس يستفادوا منه. المهم هذه هي العقده اللي راني نحكي لكم عليها. شعري مالو؟ هذه هي العقده اللي راني نحكي لكم عليها.
هذه هي فيها 1 كيلو جرام، اكبر عقده ممكن تشريها في حياتك. كيلو فيها، حاطين فيها كيلو. فوالا هذه هي كيفاش دايره. واش كاتبين فيها؟ عقده للتسمين وزياده الوزن والتخلص من فقر الدم وتعطي الجهد والقوه. كاتبين فيها تاريخ الانتاج، تاريخ الصلاحيه، الوزن الصافي 1 كيلوغرام. هنايا كاتبين المكونات وطريقه الاستعمال. المكونات: فستق، جوز، لوز، كاكاو، كاجو، عدس احمر، زبيب، عسل حر، دبس التمر، زريعه كتان، كركم، احشاب اخرى بس ودي فيها بزاف احشاب تانية. طريقه الاستعمال: اكل ملعقه صغيره 4 مرات في اليوم قبل او بعد الاكل، كيما فهمتكم 4 خطرات في النهار. تاكليها مور الماكله ولا قبل الاكل عادي، كتنوضي الصباح، في الفطور، في القهوه تاع العشيه وفي العشاء، كيما هكا تكون 4 خطرات وملعقه صغيره تاكلي منها. شكون اللي قدو يستعملوها؟ شوفي، اذا كنت مريضه بلانيمي، الا كنت مريضه بفقر الدم، فريمون راح تهنيك. درنا 1 كيلوغرام، علاش درنا 1 كيلوغرام؟ كنت قادره ندير لكم شويه كيما هكا ولا ندير لكم غير شويه، بصح لا، حبيت انك تستعمليها كاع كيما دارت باش تبراي، باش صاي، ما تزيديش تعاودي تحوسي دواء واحد اخر، ما تزيديش تعاودي توسوسي تقولي انا راني مريضه، سموكي تكمليها ولا على الاقل تكوني في النص، تروحي وديري تحاليل، طبيب يقول لك راكي بريتي، كيما انا التجربه تاعي اللي حكيت لكم عليها. هذه حاجه. حاجه اخرى، البنات اللي تكون رقيقه بزاف، مليحه بزاف هذه العقده انك تكسبي الوزن، تزيدي في الوزن. حاجه اخرى، البنات اللي حبوا يربوا اللي قلنا تربي اللي قلنا ما قلتش نقول لك شي انا هذه باسكو انا حشمي تربي اللي قلنا وانتي فهميها كيما بغيتي، مليحه تاني بزاف. اوكي، سورتو كنتي ديري شويه سبور تحركي شويه، فريمون مليحه بزاف. حاجه اخرى، البنات اللي حسوا روحهم بلي دائما فابل، كاين بنت تحس روحها دائما فشلانه، دائما عيانه، دائما ما راهيش غايه، هذه عقده كاتبين هنا وتعطي الجهد والقوه، تزيدك في الجهد وتزيدك في القوه، تعطيك الجهد والقوه، ملحه حتى الرجال، الراجل اللي يكون ضعيف وكل شيء تاكل هذه العقده تزيدها في الجهد والقوه. ما عنديش داعي نقول في المهم انتما تفهموني، بلا ما نقول لكم بعد تفهموني بلي تزيد الجهد والقوه في كل شيء، فهمي كيف، حتى الرجال يعني الراجل اللي يكون ضعيف شويه من ناحيه الجنسيه ولا ياكل منها باه تزيدها جهد وتزيدها قوه. هذه هي بغيت نقولها لكم وحشيت نقولها. المهم حاجه واحده اخرى البنات، شوفوا هاد العقده راهي مرقيه، باسكو انا كي كنت نعاني من الاخر وكنت معاني من هاد المرض، ما عرفتش اسكو راه داري لي سحور، ما عرفتش اسكو راني من العين، شوف ما فهمتش وما نكذبش عليكم، شو راني نشارك معكم التجربه تاعي بصراحه، ماني جايبه نحشم منكم ولا شو راني نقول لكم، راني نحكي لكم بلي ما عرفتش. شو قلت طاطا هذيك طاطا اللي كي بعثت لي العقده تاعي كلشي كانت لقيتها لي، سي بوغسا كي رحت عندها قلت لها طاطا يا ريت كيما درتيها لي ديريها لهم، كيما لقيتي لي انا العقده تاعي ثاني لقيها لهم. شوفوا البنت، الا كنتي تعاني من العين، كنت تعاني من الحسد، كنت تعاني من السحور، روحي رقي روحك الرقيه مليحه، مش مش تروحي عند واحد يرقي لك، تقدي حتى انت ترقي روحك بنفسك بنفسك، تعطي ماماك ترقيك، باباك يرقيك، انسان هكا تكون يدير فيه الثقه يرقيك، وشي فيه كيفاه. بصح شاور نصيحه نقولها لكم، غادي تلقي روحك بصح شهواله غادي تلاحظي انه ما با سيمانه سيمانتين نهار زوج عاود ضرباتك العين، عاود رجع لك السحور، عاود رجع لك الحسد، تيك غادي ما تفهميش تقولي مالني راني نرقي، مالها الرقيه ماهيش تمشي. المشكله ماشي في الرقيه، وانما المشكله انه انت الصحه تاعك راهي ضعيفه، لما الجسم تاعك يكون ضعيف انت تكوني هدف سهل لكل انواع الشرور، شايفه كيفاه. ثم صبري ترقي، راكي قرحتي راكي بعدتي صوالحي مش على روحك، بصح الجسم تاعك ضعيف تمشي شويه، وحده تضربك بعين صايبو دخلت لك هذيك العين، وحده مانيش عارفه تكوني هدف سهل، تما لازم عليك تقوي الجسم تاعك. هاد العقده مليحه بزاف الا كنتي زعما باغي تقوي الجسم تاعك وتعطي الجهد القوة وتحمي النفس تاعك من السحور، تحمي. بصح راني نقولك رقي، ماشي تقولي لي تاكل عقده وباغي السحور يروح، اه حبيبتي رانا نقولو رقي، مالغري هادي راهي العقده مرقيه، بصح كاع هكا وراني نزيد ناكد عليك ما غادي تخسري والو كون تعطي لماماك الغاليه ترقي لك، ولا باباك يرقي لك، ولا تي ترقي روحك، هادي حاجه عاديه، با اوبليجي تروحي عند واحد وتقولي ليه رقي لي. وتزيدي كولي هاد العقده باش تقوي نفسك، تقوي نفسك وتحسني روحك من هذوك الشرور. فوالا هذه هي العقده، ما رانيش دخلت عليكم البنات، انا حاجه نفعتني، راني رحت عند طاطا وقلت لها تسمع لكم نفس الحاجه اللي سمعتها لي. دوكا نحكيو، حكيت لكم على طريقه الاستعمال، حكيت لكم على شكون الناس اللي قدو يستعملوها. ايه حاجه واحده اخرى نسيتها، الا كنتي ترضعي يعني انت يا ام جديده وراكي ترضعي وما عندكش الحليب في الصدر تاعك،
تقدري تاكلي هاد العقده باش شو تساعدك انك تربي الحليب في الصدر تاعك باش تقدري ترضعي البيبي تاعك. هذه حاجه مليحه بزاف تاني، خاطرش كيما قلت لكم تعطي الجهد والقوه، راهي مكتوبه هنايا تعطي الجهد والقوه. فوالا البنات السعر تاعها، السعر تاعها 4500 السعر تاعها السعر تاعها 4500 دينار، معناها 4500 دينار جزائري، وبالدارجه تاعنا 450000 زائد سعر التوصيل. شوفوا البنات غادي تقولي هي 450 شويه بزاف ومنا ومنا، والله ما بزاف والو. شغل شوفوا دوك فهمكم حاجه، هاد العقدة فيها صوالح غاليين، صوالح غاليين بالبزاف، وما راهيش المنتج تاعي، هاد العقدة ما راهيش المنتج تاعي، أنا المنتج تاعي كاع نربح معاكم كيما يقولك زوج دورو، ونقول معليش، نقول بلي أنا مانيش نربح مع إنسان، نربح معايا دي زوج دورو، 10 دورو على دورو على دورو، يديرلك 10 دورو، والحمد لله قانعة بالقليل، بصح ولا كي تجي حاجة ما راهيش تاعي وإنما تاع إنسانة أخرى، راهي عادة كتباغي ديرها لكم طالعة على هاكا، باسكو راهي بزاف، راهي 1 كيلوغرام. قلت لها تهضر تحبو كي قلت لها كنشيلها تقليلات، كنشيلها مسكينه تكون ايتيديونت ماهيش خدامه، كل وحده على حدها، والمر تاع المرض واعر. انا شخصيا نعرف شنو معنى انسان يكون مريض، انا انسان مرض، انا عانيت نحس بيك، نفهم شنو معنى تكون مريض، نفهم شنو معنى صحتك تهدى، الصحه هي راس المال، الصحه هي كل شيء. المهم قلت لها طاطا نقصيها له، قلت لها طاطا شوفي شوفي فهمكم حاجه، زوج صوالح دوها من عندي، طماعه رزقها قليل، حاجه واحده اخرى اللي رزقك ماشي العباد، العباد غير سبب، الرزق هو ربي، سما ربي كي يبغي يرزقك يدير لك هذا سبب وهذا سبب وهذا سبب، وشايفين كيف هو ربي يقدر يرزقك بلا العباده تاعو يقدر يرزقك. المهم سما الانسان لازم يكون قانوع، والانسان لازم كشغل يدير ثقه في ربي. المهم البري تاعها راه 4500 دينار، راني درت لكم بري هايل بزاف. كيفاش تشري هذه العقده؟ بزاف بنات يقولوا لي هي انا راهي عجبتني هذه العقده وراني حابه نشريها، كيفاش ندير نشريها؟ انا دائما نحط لكم واحد الرقم هنايا، هذاك الرقم اتصلي عليه تعيط ترد عليك امراه ولا ترد عليك بنت، قولي لها بلي راكي حابه تشري العقده. صح شوفوا راني درت لكم السيروم المره اللي فاتت، هذاك السيروم ديجا شوفوا شعري راه طوال، الى لاحظتوا كنت قصته كاع وراه طوال، خاطرش راني نديرو شعري، فوالا راني نديرو شعري. إذا كي بعد تشوفي الفيديو تاع السيروم روحو شوفي هنايا السيروم اللي اسمها سيروم إدغاتو برودوي دو ليكس، غادي نخليكم الفيديو هنايا روحو شوفوه، هذاك مليح للبشرة خاصة إذا كانت البشرة تاعك ناشفة، يساعد على تجديد البشرة. شوفو البشرة باه تتجدد، منقعدوش نكذبو على بعضنا، تقعد على الأقل 3 أشهر. صح 3 أشهر باش تتجدد لك البشره، بصح شهوالا تستعمليه استعمال يومي، صح راح تشوفي العجب، ما راحش تامني بلي هذه البشره تاعك. انا شخصيا استعملتها، كانت البشره تاعي زيتيه واستعملته، كانوا في اثار حبوب الشباب هنايا استعملته، وفريمون شغل البشره تاعي الحمد لله راهي صافيه. نتوما ديجا دائما تسقسوني دي هي واش ديري البشره تاعك باش تكون صافيه، ندير لها هذاك السيروم. سما تكوني حابه تشري هذاك السيروم ولا تشري هذه العقده راح تعيطي في هذا الرقم اللي راهو هنايا، اوكي اللي راهو هنايا، ترد عليك امراه تقولي لها بلي يا راني حابه نشري السيروم، يا راني حابه نشري العقده، يا راني حابه نشريهم للزوج، تعطيك هي تسقسيك بلا ما تكوني تتلف لك هكا عبالي ديفو تكون حشمانات ما راكمش عارفين ولا، هي راح ترد عليك تقول لك عطيني الاسم تاعك، عطيني رقم الهاتف تاعك، وعطيني الولايه تاعك، ويوصلك وين ما تكوني ان شاء الله بربي. شوفوا كاين البنات كاين واحد الولايات اللي عندي موزعات فيهم، كاين واحد الولايات راني شويه مغبونه فيهم. المهم انت كي تعيطينا نفهمك طريقه كيفاش تخلصي، كيفاش غادي تخلصي. البنت كي تجيب لك هذا المنتج راح تجيب لك تقول لك هاكي المنتج تاعك وتخلصيها تمك، سي بون. سينو البنات اللي ما الولايات اللي ما عنديش فيهم موزعات، باغ اكزومبل الطارف ما عنديش موزعه، الولايات تاع الجنوب اضرار ما عنديش موزعه، الولايات تاع الجنوب مازال ما عنديش موزعات، هذوك شنو غادي نقول لهم؟ غادي نقول لهم شوفوا تبعتوا لي نتوما في سي سي بي، وانا من بعد كينا راح نعاود نبعثها لكم في طاكسي، نبعثها لكم في كار سا ديبونتي ولاية تاعك، اوكي حباباتي فوالا هذه هي. المهم نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو لي في رواحكم، وراني حكيت لكم على العقده ان شاء الله بربي تستفادوا منها كيما استفاديت منها انا، وتفرج عليكم وفريمون اللي راه فيه مرض البنات خلونا ندعو بعضنا، قال لك 40 دعوه من عند انسان غريب مستجابه، اللي فيكم مريضه ولا محتاجه دعوه تكتب في الكومنت البنات يدعوا لها، ندعوا لبعضنا باسكو فريمون ماك خاسر والو كي تدعي لخوك، زوج كلمات قلتهم وراك انسان هذاك استفاد
وانت يا راك ربحت اجر. المهم نقول لكم نحبكم بزاف، نتمنى لكم كل خير، وما رانيش بخلت عليكم، على بالي بلي طولت بصح حتى هو لا غالب كان عندي ظروف، ما عنديش غير هذا العقد، عندي منتجات اخرى راني نوجد لكم فيهم، راني غير بشويه بشويه ونحاول ندير اللي عليا. نقول لكم نحبكم، تهلاو في روحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه خير.